تقرير جديد لمنظمة العفو الدولية خصص هذه المرة للحديث عن استهداف المستشفيات والطواقم الطبية، زاوية لطالما أرقت المواطنين في محافظة تعز التي تعرضت كافة مستشفيات المدينة ومرافقها الطبية للقصف وكانت هدفا لنيران الميليشيا. وعلى غير المتوقع لم يتحدث التقرير عن استهداف الحوثيين وحلفائهم للمستشفيات وحصار المدينة المطبق ومنع دخول المعونات الطبية التي قدمتها منظمة اليونيسف أو زيارة الوفود الصحية للمدينة المخنوقة من ثلاث جهات من قبل الميليشيا. منظمة العفو في تقريرها الذي نشرته في موقعها باللغة الإنجليزية اتهمت الجيش الوطني بالتضييق على الأطقم الطبية في مدينة تعز، وذكرت أن القوات المؤيدة للحكومة قامت بنشر مقاتليها بين المدنيين ونصبت دباباتها داخل المرافق الصحية. الحصار المفروض على تعز وإقفال غالبية مستشفيات المدينة ومنع دخول الأدوية والمعدات إليها من قبل ميليشيا الحوثي والمخلوع لم يرق فيما يبدو إلى جرائم في نظر منظمة العفو التي حاولت في تقريرها تصوير الحوثيين كطرف شرعي غير متورط في أي من الهجمات على المدينة والمدنيين. وفي أول تعليق حكومي على التقرير الذي أغفل مسؤولية ميليشيا الحوثي والمخلوع عن جرائم استهداف المدنيين وتفجير المنازل وتدمير البنية التحتية للمدينة باستخدام كافة الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، قال وكيل وزارة حقوق الإنسان نبيل عبد الحفيظ إن التقرير متحيز ويحوي أخطاء في الوقائع، وأضاف أن قوات المقاومة ليس لها دبابات في تعز وأن الحوثيين هم من يحاصرون المدينة ويرهبون المدنيين. تقارير حقوقية لمنظمات دولية وأخرى محلية أفادت بارتكاب الميليشيا لجرائم ضد الإنسانية، غير أن تلك التقارير لم تصل فيما يبدو لمنظمة العفو التي مارست في التقرير تضليلا للحقيقة بحسب ناشطين. تتناسى بعض المنظمات الحقوقية حقيقة الجريمة الواقعة في محافظة تعز وتسعى لتبييض جرائم الميليشيا بناء على معلومات مجتزأة ورؤية حقيقة الصراع بعين واحدة. ليست المرة الأولى التي تقوم منظمة العفو الدولية باتهام الجيش والمقاومة بالتضييق على الطواقم الطبية، كما أنها تتحاشى دون سبب واضح الإشارة للجرائم التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي والمخلوع ضد المرافق الصحية. أسئلة كثيرة وعلامات استفهام عديدة تتعلق بمصداقية التقارير الحقوقية الصادرة عن عدد من المنظمات الدولية التي تغفل الجانب الأكثر وحشية من الجرائم التي ترتكبها ميليشيا الحوثي وتسعى لشيطنة المقاومة على اعتبار الطرف الآخر هو الضحية وليس الجلاد.